السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة. وخليك هنا، في زحمة الدنيا والحياة مواهب كتير ما بتلاقيش فرصتها، رغم إنها تستحق مكانة أفضل وتسليط الضوء عليها، إلا إنها ممكن ما تعرفش إزاي توصل. عشان كده قررنا إن إحنا ناخدك معانا للخطوة الأولى في برنامجنا خليك هنا. خليك فاكر إنك ممكن تبقى معانا في الحلقة الجاية في برنامج خليك هنا. وزي ما وعدناكم، برنامجنا كل حلقة شكل وطعم ولون، ولون حلقتنا النهارده كله فن وابداع. معانا النهارده مصمم الازياء ابن السويس، بلد الغريب وبلد الحبايب، استاذ حماده سيد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، نورتنا. ربنا يخليك يا فندم. استاذ حماده، ممكن تعرفنا اكتر عن حضرتك؟ من ناحيه ايه؟ شخصيه حضرتك، بقالك قد ايه في مهنه الازياء؟ ده اكتر من 40 سنه. ايه اللي حببك في تصميم الازياء الحريمي؟ والدي هو اللي حببني في المجال الحريمي. استاذ حماده، حضرتك قلت لي ان انت كنت مصمم ازياء رجالي من فتره. قعدت 9 سنين، من عام 9، من عام 90 لحد 98. طب ايه اللي بتحاول تحققه من خلال شغلك؟ ان انا افيد نفسي وافيد بلدي، وان انا احاول اعمل ابتكر حاجه او اعمل حاجه تفيد بلدي. مين اكتر مصمم ازياء او مصممة ازياء بتلهمك؟ يعني انا على طول كانت المثل الاعلى كوكو شانيل، دي كانت بحب كلها، بحب موديلاتها كلها. طيب ايه هي قاعدة الموضة اللي بتعتقد ان كل بنت ممكن تمشي عليها؟ هي البنت لو واثقة في نفسها من ناحية الموضة ومتابعة الموضة، هتقدر تلبس نفسها زي ما هي عايزة. ازاي نداري ديفوهات الجسم؟ يعني لو واحدة مليانة عايزين نداري الديفوهات بتاعت الجسم، دوت بيبقى من التصميم ولا من خلال ايه؟ هو الاتنين، الكخامة، ممكن الفيزون الليكرا، ده اللي بيلم الجسم مع التفصيلة مع المدير كمان، فبيدي الشكل اللي انت حباه. طيب لو انا بقى رفيعه، لو ماشي ماشي مش ما انت رفيعه برضو مش. طب قول لي ايه الديفوهات اللي ممكن تداري الجسم الرفيع؟ يعني واحده رفيعه عايزه تعمل لنفسها شويه مليانه شويه، يبقى تختار موديل واسع شويه. يعني في خامه في القماش، في نظام تقليمه في القماش، العرض، الطول، بتفرق؟ لا ما بيفرقش، ما بتفرقش معايا. ولو واحده مليانه برضو؟ قول لنا كذلك. نصايح، ناس كتير مستنيه الموضوع ده. التخان ولا لسه؟ الرفيعين؟ والله النهارده في المستشفى قالوا لي عايزين نصايح عشان نقل هو نقل شويه. ممكن بقى القماش اللي ليجن حضرتك، الجيرسي ده او القطيفه، حاليا كنازله موضه السنه دي، فهي ده الحاجه الوحيده اللي بتلم الجسم، جسم المليان. تمام. القصه بقى اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا، قصه فستان زفاف طوله 3 كيلو متر. احكي لي القصه بتاعت الفستان وانت شاغل دماغك بيه قوي. هو شاغل بيه من بقالي فتره طويله. لان كنت عامل كمان، عامل له دراسه. عامل دراسه جد؟ كنت عامل له دراسه، وكنت عامل كذا دعايه في فرنسا. معانا الفيديو على الشاشه، فيديو الفستان. فده حاجه لو اتنفذ عندنا هنا في القاهره، تمام، بشكل مختلف، بنستخدم فيه جميع انواع الجبير. في جبير جديد مصري جميل جدا، تمام، عليه لولي الماز، في يعني خامته والشكل بتاعه شيك جدا. ده لو اتعمل في مصر هنا هيلفت انظار العالم كله. بس دوت في مصر اكيد اتنفذت اطول فستان زفاف في العالم. بس ده تكلفته من وجهة نظرك مكلفة كتير؟ هو مكلف حضرتك، لان ده القماش ده غالي، ولكن لازم يبقى فيه دعم مادي لتنشيط حركه التجاره. حلوة قوي. بمعنى ان لازم يبقى فيه 3 4 مصانع يبقى فيه دعم منهم، تمام، ان هم ينتجوا القماش ده عشان نقدر ننفذ الموديل ده في مصر. طب انت شايف ان انت ممكن، انت ومجموعه من مصممين الازياء، ممكن تتكاتفوا ان انتوا تعملوا الموضوع ده؟ طبعا. طب وجه لهم احنا رسالة. اهم حاجة هدفنا او فكرتي او هدفنا كلنا ان احنا نلفت انظار العالم ان في مصر حاجة اسمها موضة، ان مصر عملت اطول فستان زفاف في العالم باقمشة مصرية، بنستخدم فيه جميع انواع الاقمشة، طل، جبير، شيفون، كل حاجة.
دي نفس الخامات اللي استخدمت في الفستان. لا الفستان ده حضرتك ده فستان تقليدي عادي، ده اكتر يعني مثلا 20 طوب قماش وكله هو موضوع متوصل ان هو في بعض كان وطويل، بس كان طويل جدا. لا احنا بقى فستان تقليدي، اما احنا بقى بالنسبه لنا عندنا افكار جديده ان احنا ننافس الفستان ده بافكار مختلفه عن اوروبا. تمام. بمعنى ان نشوف رمز او نشوف حاجه شكل هندسي جديد وننفذ المشروع، نعمل ده حاجه جديده او نعمل حاجه جديده. لما مصر تعمل اطول فستان زفاف في العالم باقمشه مصريه اكسسوار مصري هيلفت انظار العالم، لان ده فستان تقليدي واخد جوائز بالفعل، يعني معمول من 13 سنه وكانت مصممه ازياء اسمها بس رجع دلوقتي الفكره بتاعته ان هو رجع دلوقتي الناس مبهوره بيه. هو الناس مبهوره بيه حضرتك، بس هو ممكن تقليدي. هم حابين ان هو يتعمل عندنا هنا في مصر. هو ده لو اتعمل حضرتك هنا عندنا هيلفت انظار العالم. تمام. جميع مصممين ازياء مصر حضرتك لازم يشاركوا في الموضوع ده، من اصغر واحد لاكبر واحد، لان احنا كلنا هدفنا ايه؟ مصر بلدنا. ومعانا المكالمه المستشار احمد حزيم. الو. ايوه. ازاي حضرتك سياده المستشار؟ ربنا يخليك، اهلا بيك استاذ المشاهدين. معانا استاذ حماده سيد، طبعا غني عن التعريف. طبعا. كان عنده فكره هو هيقولها لنا. اتفضل يا استاذ حماده. ده يعني هو يعني فكره كده جايه لي ودماغي بقى لها سنتين، مشروع تريفليك بيدور حول الاهرامات، اهرامات الجيزه. تمام. وابو الهول. بالمين مش بالنون. وتغيير الرمال ببلاط فرعوني. نغير لون الاهرامات لون ماء الذهب، نخلي الاهرامات دي حاجه كده جنه، حاجه كده زي اوروبا. سياده المستشار، ايه راي حضرتك في مشروع التلفريك اللي ممكن يبقى في الاهرامات؟ شوفي انا هقول لحضرتك، طبعا الاهرامات دي من عجائب الدنيا السبع. تمام. وكل العالم، كل حضارتنا الثقافيه في الاهرام وفي طيبه في الاقصر وهكذا، وبالتالي عليك اقبال شديد. بما انك بتتكلمي على عاصمه سياحيه، تكلمي على ثلث اثار العالم مش بس في الاهرامات، منطقه الاهرامات اريا واسعه جدا، وبالتالي ان انا ادخل عليها تلفريك، ادخل عليها مشاهد من اعلى ومن اسفل، دي افضل تسويق لمصر. مشروع بيزود كميه الزائرين للمكان. تمام. سواء طبعا لما تقدر تعمل تلفريك ومحطات زي بعلبة في لبنان وهكذا، بيبقى ده كلام بيضيف جمال ما بين الحضاره وما بين التقنيه الحديثه، كلها افكار بتزيد عدد زائرين السائحين، بتضيف جمال المكان، بتضيف ايراد للسياحه، لانه اهم الايرادات المصريه من العمله الصعبه، وبالتالي كل الافكار قبل مساله بقى متعلقه بالتكلفه، متعلقه بالشكل الجمالي، متعلقه بالحفاظ على الاثر نفسه، لكن انك تضيف ليها فيجن ورؤيه ومكان، ده شيء طيب. ودايما احنا نبحث عن الافكار البكر، تمام، اللي في ادمغه الشباب، ومفيش حاجه صعبه تدرس تحط لها اليات تنفيذ، تحط لها تكلفه، تحط لها الشكل الجمالي، كل الدنيا بتعمل كده. هي فده كلام طيب وجميل، ولا نستهون بالافكار، كل الافكار بتبدا كده زي الفاكهه بكر، وبعد كده بتبقى ليها جمالها وليها مردودها وليها عوائد. يعني حضرتك شايف ان ممكن الموضوع فعلا يتدرس ويتنفذ يا فندم؟ طبعا المساله انك انت مش بتعملي حاجه غريبه، كل فكره عظيمه بدات، حتى الاختراعات بدات بفكره لا يتقبلها الاخرون، لان المبدع دايما العقول العاديه بتنظر على انه ده كلام خيال، ده كلام ما ينفعش، ده كلام. حضرتك مثلا من كام سنه لو كنت قلت لك في ايدك موبايل حته حديده بتتكلم فيها العالم كله، بتشوف العالم كله، كنت هتبدا نوع من الجنان. وبالتالي كل الافكار بتبدا كده، علينا ان احنا نحترمها، نحطها للدراسه، نشوف عوائدها، نشوف تكلفتها، نشوف شكلها الجمالي، تمام، وبالتالي ليه لا نضعها على 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 محك الدراسه ومحك التنفيذ. هو طبعا فكره من ابن السويس. انا عامل كمان دراسه كمان ان برضه يبقى فيه على النيل، يمشي برضه على النيل، يعني يعدي النيل مش الاهرامات بس، لا ده في برضه منطقه معينه عامل لها دراسه ان يعدي برضه ريفليك على النيل. حلوه قوي. عند حضرتك في المكسيك عاملين ثلاث اهرامات. تمام. يعني تعبانين، وعاملين لهم جناين وعاملين لهم حاجات جميله باكثر من دوله، من كتر ما هي شيء مهم
نماذج العربات وبلوك وبلوك تاني. سيادة المستشار طبعا مش غريبة ومش بعيدة على ابن بلد الغريب طبعا ابن السويس بلد الحبايب ان هو يفكر افكار حبا في مصر. الحمد لله ربنا يعني. يعني هو حضرتك طبعا طالما جبت سيرة السويس يعني السويس يوم حضرتك فالسويس دي ادت ما عليها من ضريبة نضال لمصر على طول أكيد. التاريخ أكيد. القديم والحديث أكيد. السويس بلد او محافظة من اكبر المحافظات اللي بتساهم بالايراد العام للدوله في ميزانيتها حوالي 18.2%. السويس مدينه لها مستقبل وصفحه في تاريخ العالم اللي قال تاريخ. فالسويس دي حاجه يعني اللي يطلع من ولادها مبدعين ومناضلين ومثقفين وسياسيين ده الامر الطبيعي يعني السويس دي اصلها عشق خاص. أستاذ حمادة بيسأل حضرتك إيه رأيك في الأفكار بتاعته؟ ألو؟ ألو؟ إيه يا أستاذ أحمد؟ إيه يا أستاذ حمادة؟ أنت منورنا والله. ربنا يخليك يا حمادة وبالتوفيق، وأنا مبسوط إنك أنت عندك الجرأة إنك تدافع عن أفكارك، وإنك عندك مثابرة إنك توصلها لكل الناس وتقول الأمر، وده أي دولة في العالم بتنمو بأفكار ولادها ومبدعيها. وربنا يوفقك يا حبايبي. ربنا عليك يا استاذ احمد. انا بعت حضرتك فاكس لرئاسه الجمهوريه بالمشروع. مش سامع؟ يعني بعت انا فاكس لرئاسه الجمهوريه ووزاره السياحه والاثار السنه اللي فاتت بالمشروع. ما انا بقى ان شاء الله. انت ومفيش استجابه ليه يا استاذ احمد؟ طيب. يا سيدي احنا بنحاول مره واثنين وثلاثه، ما هي المسافره وده الصبر على ودي القناعه. مرة ما جاتش المرة الثانية هتيجي وادي النهارده انت برنامج على الهواء والناس شايفاه كلها بتتفرج وهيبقى على اليوتيوب يعني المحاولات معلش هو في شوية بطء في اتخاذ القرارات لكن في الآخر انت بتساهم والأفكار بكري موجودة على والنهارده في السوشيال ميديا تقدر تحتضن هذه الأفكار ولغاية ما ربنا يوفق وتلاقي اللي ينفذها يعني. ربنا يخليك يا أستاذ أحمد. نشكرك على المداخلة التليفونية الجميلة دي. شكرا لحضرتك سيادة المستشار ونورتنا وشرف لينا وجودك معنا في الحلقة. أستاذ حمادة، أستاذ حمادة إيه أكتر الأشياء بقى اللي بتلهمك؟ اللي بتلهمني؟ من ناحية يعني إن أنت تبقى قاعد حاجة تلهمك تصممها إيه أكتر موديل مثلا لفت انتباهك وحبيت إن أنت تصممه؟ اكتر موديل اخد لان انا عرفت ان في موديل اخد من وقتك وقت كبير جات لك فكرته منين؟ انا عامل فكره فستان بقالي بتاع 3 سنين شغال فيه لحد دلوقتي. اللي انت قلت لي عليه الفكره بتاعته جات لك منين؟ من دماغي كده مثلا ما عنديش شغل فبجيب القماش وبجيب قماش تاني وبقعد ده هاند ميد صح؟ كله هاند ميد مش كله لكن كله الماس ولولي وعامل له رسومات ومستني بقى في حاجات تانية برضو كل شيء بيجي لي انا ممكن اعمل له زي ايه زي لونات صغيره كده علشان لو انت مثلا نور قطع الفستان ينور لوحده. حلوه الفكره دي. انا كمان حضرتك ده سواريه؟ هو سواريه حلو. انا عامله كمان ليجن ولونه احمر تمام انت معايا وعامل له اكسسوار كله ذهبي حلو قوي ولولي يعني بس دلوقتي هو في لمد هي مثلا هتحطي الفيشه ولا لا بحجاره ببطاريات صغيره حجاره صغيره تمام حلو قوي فهو ايه زي ما تقولي كده كل فتره كل شهرين ثلاثه اعمل فيه حاجه طيب جميل يعني جدا يعني ما عنديش مثلا في عندي فراغ امسك الفستان ده حضرتك انت مش عايز تخلصه مره واحده عشان تطلع كل الابداع والفن اللي جواك في التصميم ده انا بقالي 3 سنين والله حضرتك شغال فيه بس كل 3 4 شهور يعني هننتظرك حلقه تكون صممت الفستان وهيبقى حصري لينا باللومد. خليك هنا باللومد كمان طب باللومد يعني نور لو قطع حضرتك كده في حاجات زي زرار كده الفستان ينور لوحده يعني لو هي واقفه في فرح والنور قطع او هم طافيين النور هي لوحدها اللي تبقى ما هي لو عليها سبوت حلو جدا حلو يعني حاجه حلو فكره جديده طبعا وحضرتك كمان برضو انا الحمد لله كنت في افضل خياط في القوات المسلحه المصريه ما شاء الله عام 96 98 ما شاء الله وكنت برضو اشهر خياط او اشهر مصمم ازياء حريمي في محافظه السويس عام 2000 2007 حلو قوي وبعد كده امتنعت بقى يعني لحد ما ايه
بيتفكر في كم مشروع كده برضو يفيدوا بلدي. طيب تمام استاذ حماده، دلوقتي انا جبت لك قماشه هي مش غاليه وعايزاك تفصلها لي موديل عالي زي مثلا موديل الفنانات المهرجانات، بالفعل ولا بتبقى القماشه بتتحكم في التصميم؟ لا هو برضو حضرتك في، ولا هي بترجع ليك انت للفن اللي جواك انت؟ هو بيرجع فعلا الفن، اللي ممكن تكون قماشه رخيصه والواحد يطلع منها فستان جميل جدا. هديكي مثلا حضرتك صغير كده، اتفضل. فستان مثلا الفنانه الكبيره رانيا يوسف اللي هو الاوف وايت، مش الاسود، الاوف وايت الاوف وايت الاخير. تمام. دي القماشه ديت اسمها ليكرا اسكودا، اللي هو كان من تحت. ايوه من تحت ليكرا. ليكرا ليكرا. ليكرا ومن فوق كان في ستراس من فوق كده. اللي فوق حضرتك جوبير مقلم. فهو ده يعني سعره، مش يعني مش عايز اقول سعره بكام في الازهر، لكن اللي حابب يعمل زي نفس الفستان ده الازهر في نفس منطقه الازهر في الحسين. انا جايب زيه وعامل زيه وبعت لحضرتك بين صوره بنفس نفس التصميم بالظبط. تقريبا كلفك قد ايه؟ انا هو كلفني 1200. حلو جدا. ده انا بس عشان فاتح مكان يعني على قدي والحمد لله، يعني تمام. راضي بيه، ربنا يوسع عليك. ربنا يخليك، ولكن في مكان اقيم ومكان تاني فما ينفعش يعملوا كده. حتى هو لو هيقول لها هيتكلف 10000 هتقول له لا. لا 50000 جنيه هتدفع. ليه بقى؟ المكان والاسم، المصمم الازياء او المصممة الازياء اللي هي بتتعامل معاها امكانياتها بتسمح بكده، وممكن تكون برضو جايبه قماشه اغلى من كده. تمام. يعني الله اعلم برضو ورسول الله، انا بقول على وجهه نظري والحاجه اللي انا شفتها وجبتها وعملتها. فانا بتكلم على قد ففي قماش غالي برضو حضرتك، مش يعني هو اللي هو التصميم، هو التصميم في حضرتك انت برضو قماش المتر بيعمل 10000، بيعمل 20000، بيعمل 30000 القماشه نفسها. يعني ايوه انا عايزه افهم بس عشان الاسعار الفساتين اللي احنا بنسمعها خياليه، فاحنا بنتكلم برضو هي بترجع للتصميم الخامه نفسها والتكلفه اللي في القماشه نفسها. ما هو برضو في حضرتك على حسب الاكسسوار اللي فيه. في قماش بيجي فيه لون طبيعي من بره مش من هنا. فده ليه سعر تاني. تمام. في حاجه حضرتك هنا يعني في جوبير انا عامل فستان بزفاف الواحده كلفني 13000 جنيه. تمام. والقماش حضرتك برضو غالي ولكن واخد قماش كتير. طب احنا معانا صور للفساتين ممكن نشوفها؟ ماشي اتفضل. طيب استاذ حماده ممكن تعلق، استاذ حماده ممكن تقول لنا بقى موضه 2021 القماشه القطيفه. القطيفة في قطيفة الليكرا وفي قطيفة عادية فرنساوي اللي هي بتبقى خفيفة شوية. ايوه وليكرا صح. وفي برضو قطيفة بيض برضو مشجرة جميلة جدا، وفي من نازل منها برضو مقلم، وفي منها كرهات. تمام. قطيفة بيض كرهات دي برضو شيك جدا، لكن دي موجودة في محلات معينة في عباس العقاد. طيب يعني استاذ حماده فاصل ونرجع تاني، فاصل وراجعين لكم تاني، خليك هنا. ورجعنا لكم تاني وخليك هنا مع استاذ حماده السيد مصمم الازياء ابن السويس، منورنا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. استاذ حماده بقى ايه هي الوانات الشتاء؟ الاسود حضرتك ده رقم واحد. تمام. الاسود ده اساسي صيف وشتاء. لا لكن في السنه دي حضرتك لفت انظاري جميع الممثلين، جميع الفنانين، جميع المطربين لابسين اسود. تمام. معنا صور الدريسات او دوت الفستان دوت. شيك جدا وبرنسيس رهيب. دوت تصميم الديل بتاعه بيتشال وبيتركب صح؟ في كده في فساتين كده. ما ينفع. تمام.
وده انت ممكن تصمم حاجة زي كده؟ لا هادي جدا، لا يعني ده حاجات بسيطة، اه تمام. لا شيك ورقيق، ودوت على اي جسم رفيع بيديله؟ وده برضو شيك جدا تمام. يعني. حاجة زي كده تاخد منك وقت قد ايه؟ على حسب العمالة اللي عندي، ممكن ياخد يومين فعلا. لو عندي عمالة، في عندي عمالة ياخد يومين. حلو لا قوي. هادي جدا ده، وده برضو شيك قوي. الاسود اللي انت بتحبه؟ لا هو ده، هو الاسود هو ملك الالوان ما طبعا. هو وزيت ده زيتي حضرتك، زيتي زيتي مش اسود. طيب لا زيتي هو عشان الصورة غامقة شوية. طيب استاذ حماده، دلوقتي احنا داخلين على فصل، او احنا بالفعل في فصل الشتاء، عايزين نعرف بقى هل السلوبيتات موضه؟ لان السؤال دوت متسالي، السلوبيتات هي كانت موضة في الصيف تمام، مش في يعني الشتاء. لو واحده مليانه، هي مليانه عايزه تسال، لو هتلبس سلوبيت هتظهر الديفوهات بتاعتها برضو، هي ترجع للخامه؟ اما لو هي حابه تعمل حاجه في الشتاء القطيفه، برضو القطيفة. القطيفه هو ده الحاجه الوحيده القطيفة اللي بكل بتلم أنواعها الجسم، بقى. الجسم المليان. تمام. أستاذ حمادة، إيه طموحاتك؟ طموحاتي ملهاش حدود والله. عايزة أسمع بقى. طموحاتي في بلدي حضرتك والله، يعني نفسي اشوف بلدي احسن بلاد الدنيا كلها، إن شاء الله إن شاء وربنا الله. يعافيها من الوباء اللي احنا بنمر بيه، ازمه وهتعدي ان شاء الله. إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى حامي مصر وحامي شعبها، هتعدي ازمه وهتعدي ان شاء الله. وبرضه موضوع ان شاء الله التلفليك ده، التلفريك، اه انا عارفه ان الموضوع دوت ده انت موضوع سياحي، وبعدين كمان عامل صيغه ودراسه جميله جدا، يعني الغاء جميع العشوائيات مثل ركوب الكارته، ركوب الجمال، مع تعويض اصحاب هذه المهن الجميله بمبالغ ماديه او توظيفهم في اماكن اخرى. ونخلي كده منطقة الجيزة ومنطقة الأهرامات دي حاجة كده. بس أقول لحضرتك على حاجة، أنا كنت في الأهرامات من يومين ثلاثة، سرحت في المشروع بتاع التلفريك، لقيته هيبقى حلو جدا، بس حتة الكارتات يعني إحساسنا، إحساس في حاجات داخلي حضرتك فيها أحدث. حاجة حلوة قوي. ما هو احنا بقول لحضرتك ايه، هي ممكن اصحاب موضوع المهن الحسنة عشان فعلا. الجميلة، تمام. مهن جميلة، ولكن حضرتك في تطورات، في تطورات. روحي كده، رحتي فرنسا؟ شفتي برج ايفل حضرتك انا ما عامل رحتش ازاي؟ فرنسا لسه، لا ربنا يسهل ان شاء وتروحي ان شاء الله. الله قريب. حضرتك حاجه جميله جدا، روعه. ما تلاقيش حضرتك ورقه مرميه، ما تلاقيش موتوسيكل معدي، ما تلاقيش عربيه، اكيد طبعا. احنا حاجات حاجه كده تروحي تتباهي ان انت في دوله اوروبيه. طب ليه ما نعملش من حقها شديده في بلدنا احنا؟ ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى يا رب كده كل الامان الحلوه لمصر تتحقق، وانت نورتنا. ربنا يخليك يا فندم. وكمان برضو فكره الفستان ده لو اتعمل هنا في بلدنا هتتعدى العالم كله ان شاء الله. احنا عندنا هنا حضرتك برضو مصممين ازياء معروفين على مستوى العالم، اكيد طبعا. عندنا مصممات ازياء برضو ممتازين جدا معروفين على مستوى العالم، عندنا اقمشه جميله جدا، عندنا مصانع، عندنا افكار مصريه. ليه ما نحققش وما نعملش حاجه تلفت انظار العالم؟ ان شاء الله حلمك يتحقق ان شاء وحلمنا الله. كله ربنا يتحقق. يخليك ان شاء الله وحضرتك ان شاء الله. نورتنا، ربنا يخليك يا وتحيه فندم، من عندنا للسويس. ربنا يخليك. وانا بشكر قناه الصحه والجمال، قناه جميله جدا، وقناه ربنا كده يديها يا رب. تحياتي بقى للسويس، الاعلامي الجميل احمد صديق، والاعلامي علي الضماطي، تحياتي ليكو، شكرا ليكو ونورتونا.